السلام عليكم الاخوان، لاباس عليكم؟ هانيين، كلشي بخير ياكم؟ لاباس، كلشي بخير. الوضعيه اللي كنعيشوها الاخوان، الوضعيه اللي كنعيشوها ها كلمه ديالها هو تقريبا ورايا سيدي تقريبا شي كيلومتر، والقدام ديالي العام سيدي راه تقريبا على ما يزيد على جوج كيلومتر وما يزيد عليها شي تقريبا شي جوج كيلومتر ونص. هذا هو اللي كاين. واللي بغيت نقول لكم مع الاخوان، راه كاين عندنا مسكين اللي ما عندوش ما ياكل، اقسم لكم بالله الا ما كاينين عندنا اللي ما عندوش مسكين بقاش ياكل. اش غادي نقول لكم؟ ما شاء الله وصلت معايا واحد السيده، انا دابا اليوم 10 ايام معايا، اليوم 10 ايام معايا بلا ما خاصني نقول لكم هذا الشيء الى اخره. المهم واكل شارب تقريبا والدي، ماشي مشكل. وهذا راه غير نموذج واحد. اما بالنسبه راه كاين، اش غادي نقول لكم؟ بالنسبه راه كاين 60% مساكن اللي ما عندهمش والو هنا كاع، ولو يكون عنده كاع الفلوس اش غادي يدير بها؟ اش غادي يشري بها؟ هذا هو المشكل، هذا هو البيت القصيد. ها هو عنده الفلوس كاع ولكن اش غادي يشري بها؟ لان حتى الدوله ديالنا نساتنا هنا بكل صراحه. هذه بلا ما نناقشوها، ماشي غادي يصيفطوني انا، راه خاصنا يوميا خاصنا يجيو عندنا، يجي يشوفوا شنو خاصنا، اشنو كذا، اشنو هادي، اشنو هادي، اشنو هادي. راه ما كاينش اللي يديها فينا بصفه نهائيه. واش كيتسناو يموت فينا شي واحد؟ واش كيتسناو شي حاجه اخرى؟ الله اعلم، هما اللي كيعرفوا شنو كيديروا. والسلام عليكم.